في يوم السماء هللي هللي يا محبة هللي يا محبة رنم يا رجاء في لقاء الأحبة في لقاء الأحبة قداسنا محبة هللي يا محبة رنم يا رجاء في لقاء الأحبة في لقاء الأحبة والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. مساء الخير للجميع. اليوم يدعونا المسيح أن نتكئ معه في مكان في موضع هو يختاره لنا، ليس بالضرورة المكان الأول أو المكانة الأولى، ولكن مكان إلى جانبه ملؤه التواضع والاتضاع. بهذه الروح نتقدم من السيد المسيح من هيكله المقدس من أسراره المقدسة لنطلب الندامة والمغفرة خاصة على كل مرة تكبرنا فيها قائلين أنا أعترف لله القادر على كل شيء وإليكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئة عظيمة جدا. لذلك أطلب من القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى ربنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام للناس الذين بهم المسرة. نسبحك نباركك نجد لك نمجدك نشكرك من أجل عظيم مجدك أيها رب الإله الملك السماوي الإله الآب القادر على كل شيء
أيها الرب الإبن الوحيد يسوع المسيح، أيها الرب الإله، يا حمل الله وابن الآب، يا حامل خطايا العالم ارحمنا، يا حامل خطايا العالم اقبل تضرعنا، أيها الجالس من عن يمين الآب ارحمنا، لأنك أنت وحدك القدوس، أنت وحدك الرب، أنت وحدك العلي، يا يسوع المسيح مع الروح القدس في مجد الله الآب، آمين. لنصلي. يا إله القوات، يا من عنده تنزل كل عطية صالحة وهبة كاملة، أضرم قلوبنا بمحبة اسمك الكريم، وغذ فينا بروح الإيمان والتقوى كل ما هو صالح، وصنه بحمايتك الساهرة بربنا يسوع المسيح ابنك لله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور، آمين. القراءة الأولى قراءة من سفر يشوع بن سيراخ. يا بني اقضي أعمالك بالوداعة فيحبك الإنسان الصالح، ازدد تواضعا ما ازددت عظمة فتنال حظوة لدى الرب، لأن قدرة الرب عظيمة وبالمتواضعين يمجد. داء المتكبر لا دواء له، لأن جرثومة الشر قد تأصلت فيه. قلب العاقل يتأمل في المثل، ومنية الحكيم أذن سامعة. كلام الرب. المزمور الردة: أعدت جودتك بيتا للبائس يا رب، أما الصديقون فيفرحون وبين يدي الله يمرحون ومن الفرج يطربون. أنشدوا لله واعزفوا لاسمه، اهتفوا بين يديه. إنه أبو اليتامى ومنصف الأرامل، الإله في مقره المقدس، يسكن الله المتوحدين منازل ويطلق الأسرى فيصيرون إلى الرخاء. تبارك ربنا يوما فيوما، لأن الإله يأتينا بالنجاة. إنما الله لنا إله خلاص، ولدى سيدنا الرب من الموت مناص. قراءة من الرسالة إلى العبرانيين. أيها الإخوة الأحباء، إنكم لم تقتربوا من شيء ملموس، نار مستعرة وضباب وظلام وأعصار ونفخ في البوق وصوت كلام طلب سامعوه ألا يزاد منه لفظة. أما أنتم فقد اقتربتم من جبل صهيون، من مدينة الله الحي، من أورشليم السماوية، من ربوات الملائكة في حفلة عيد، من جماعة الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات، من إله يدين الخلق أجمعين، من أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط عهد جديد. كلام الرب. شكرا لله. هللويا هللويا هللويا. يقول الرب
تحملني روة المذل، فإني وديع متواضع القلب. هللويا هللويا هللويا. الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيل الباشر. المجد لك يا رب المجد لك. في ذلك الزمان دخل يسوع يوم السبت بيت أحد رؤساء الفريسيين ليتناول الطعام، وكانوا يراقبونه. وضرب للمدعوين مثلا، وقد رأى كيف يتخيرون المقاعد الأولى قال لهم: إذا دعيت إلى عرس فلا تجلس في المقعد الأول، فلربما دعي من هو أكرم منك، فيأتي الذي دعاك ودعاه فيقول لك: أخلي الموضع لهذا. فتقوم خجلا وتتخذ الموضع الأخير. ولكن إذا دعيت فامضي إلى المقعد الأخير واجلس فيه، حتى إذا جاء الذي دعاك قال لك: قم إلى فوق يا أخي، فيعظم شأنك في نظر جميع جلسائك على الطعام. فمن رفع نفسه وضع، ومن وضع نفسه رفع. وقال أيضا للذي دعاه: إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقائك ولا إخوتك ولا أقاربك ولا الجيران الأغنياء، لئلا يدعوك هم أيضا فتنال المكافأة على صنيعك. ولكن إذا أقمت مأدبة فادع الفقراء والكسحان والعرجان والعميان. فطوبى لك إذ ذاك، لأنهم ليس بإمكانهم أن يكافئوك، فتكافأ في قيامة الأبرار. كلام الرب. التسبيح لك. من جديد مساء الخير للجميع. في هذا المساء وباسمكم نرحب بقناة النور سات، التي هي نور دائما تنقل نور المسيح وكلمته في بين الكنائس وبين الجماعات المسيحية على المستوى المحلي والدولي والعالمي. إنجيل هذا المساء إخوتي الأحباء، وكانت البداية عندما دعي يسوع إلى حفل إلى بيت أحد الأشخاص، وكان ينظر إلى الناس وهم يأخذون الأماكن الأولى والمتقدمة وذات الرفعة الخاصة بين الجلساء. وتعود بنا هذه الصورة وهذه العبارة بشكل خاص، أي ينظر يسوع إلى المكان التي يأخذها الإنسان، تعود بنا هذه العبارة إلى الله الذي نظر في بداية صفحات العهد الجديد إلى أمة متواضعة، إلى امرأة، إلى صبية متواضعة،
وهي مريم العذراء نظر إلى أمته المتواضعة. وذاك الذي ولد من امرأة متواضعة أمام الله اليوم يقدم لنا ويعلمنا درس في التواضع، يعلمنا درس كما أيضا في الأحد الماضي من خلال هذا الدرس نعلم بأن يسوع لم يأتي لكي يجاملنا على حساب خلاصنا. في الأحد الماضي كان بإمكانه، وكان الدرس عن الباب الضيق، كان بإمكانه أن يقول أعبروا من الأبواب التي ترغبون واعبروا من الأبواب ذات السعة التي تسعكم وزيادة، كان بإمكانه أن يقول ذلك، ولكنه لم يجاملنا على حساب خلاصنا، فتعامل معنا كما سمى نفسه بأنه هو الذي جاء لكي يقلم الكرمة من الأغصان الزائدة. وكم من زوائد في حياتنا لا نحتاجها في مسيرتنا الخلاصية نحو الله. واليوم أيضا يعيد الكرة من جديد ولا يجاملنا على حساب خلاصنا. كان بإمكاني أن يقول لنا اختاروا المكان الأول، واختاروا المكان الأولى، ولكنه اليوم يقول لنا إن دعيت ورأيت حتى المكان كان فارغ، اترك المكان الأول واذهب إلى آخر الأماكن هناك. فذاك المكان المحبب لقلب يسوع، وهو الذي اختاره هو بنفسه، تواضع، تجرد من ذاته، أخلى ذاته واتخذ صورة العبد. والعبد لا يجلس دائما في الأماكن الأولى، ولكن في الأماكن المخفية والخلفية والمستورة. إذن أخوتي الأحباء، اليوم درس المكان الأول والمكان الأخير. للأسف اليوم مع التطور الذي نشهده والذي يتيح لنا من خلال وسائل متعددة، يسمح هذا التطور بأن نتسابق إلى الأماكن الأولى والمكان الأولى، نتسابق لنظهر أجمل صورنا ونعلنها ونظهرها، نضعها على وسائل التواصل على الفيس ليأخذ أكبر عدد من الإعجاب. وهناك فعلا من يتفقدون صورهم كل يوم ليروا كم من الإعجابات حصل، مقالهم أو صورا لهم أو أي شيء آخر. فالمكان الأول ليس بالضرورة هو مكان نجلس عليه في أول الصالة، في أول الكنيسة، في أول القاعة. المكان الأول هو أيضا مكان أولى، والمكان الأولى هي التي يبحث صاحبها عن الأنا الكبرى. أنا بعرف كل شيء، هذا أيضا مكان أول ومكان أولى. أنا أريد أن أكون أول المتكلمين، أنا أول واحد بدي أسلم على القادمين، أنا أول واحد بدي يحكى اسمي، أنا أول واحد بدي يشار إلي. إذا بكون بآخر القائمة عندما تذكر الأسماء، يا بي مشكلة. وهذه موجودة للأسف لدينا جميعا، وأنا أولكم. لدينا جميعا هذه الرغبة بأن تظهر الأنا. ولكن أخوتي الأحباء، لماذا رفض يسوع
لماذا رفض يسوع ورفض لنا أن نختار المكان الأول؟ نأخذها بطريقة عملية. الأشخاص الموجودين بالصف الأول بدون ما تلتفتوا إلى الخلف، شايفين إيش في بالخلف؟ شايفين مين موجود بالخلف؟ شايفين الأشخاص وحاجاتهم، أشكالهم، أعمارهم؟ شايفين ماذا يوجد خلفكم؟ ما فيش. فإذا المكان الأول إخوة الأحباء هو الذي يمنع عنا الرؤية والسمع والإحساس بمن هم من حولنا. ذاك لأن المكان الأول يجعل صاحبه ممتلئ من الأنا وفقير جدا إلى الآخر الهو والهي. بينما الأشخاص الموجودين في الأماكن الخلفية آخر شخص هو اللي عنده القدرة إنه يرى جميع الموجودين أمامه. كل ما ابتعدت إلى الخلف الصف الثاني يرى فقط الصف الأمامي الأول، والصف الثالث يرى الصف الثاني والأول وهلم جرى. كل ما ابتعدت إلى الخلف إلى المكان الموجود بالخلف كل ما كانت لديك القدرة أن ترى بشكل أوسع وأكبر. وهذه الرؤية لا نقصد بها فقط أن ترى أشخاصا، ولكن أن ترى حاجات، أن تتلمس حاجات، أن تسمع أصوات أشخاص يتألمون، أصوات محتاجة. فهذه هي المكانة الأخيرة أيضا، هي التي تعطيك مساحة كبيرة من أن تضع عدد كبير من الناس في جل اهتمامك في حياتك. وهذا هو المكان الذي اختاره المسيح، فكان بالأخير لم يختر المكان المقدمة في المقدمة، اختار آخر المكان. وعندما علق على الصليب ضم جميع الذين أمامه، جميع البشر، لأنه من الخلف بتواضعه رأى جميع البشر وأتم سر الخلاص، وشمل جميع الذين رآهم كانوا أمامه، شملهم بالخلاص. هذه هي إخوة الأحباء رغبة المسيح لنا ولأتباعه ولمن يؤمنون به أن يكونوا بالمكان الأخير، وليس موضوع كرسي موجود بالصف الأول أو الأخير. المكان الأخير هي التواضع، والتواضع هو الذي يعطي مجال ويفتح مساحة كبيرة في أذهاننا، في قلوبنا، في حواسنا، لنستطيع أن نمتلئ ونكرس وقت ونكرس هذه المساحة لنملأها من عواطف المحبة والإكرام والتواضع والإحسان والإحساس بالآخرين الذين من حولنا. أما المكان الأول فهو يحكم على كل ما في داخلنا بالانغلاق، فلا يبقى هناك متسع إلا للأنا، ولن يبقى متسع للهو والهي باحتياجاتهم، بصوتهم، بصراخهم، بأنينهم. تذكرون قبل أحد الغني الغبي، ماذا أعمل؟ أقول لنفسي أنا: يا نفسي لك أملاك كثيرة وافرة، كلي وتنعمي ونامي وافرحي وانبسطي، فلك خيرات كثيرة. نفسي أنا، لم يبقى مجال للهو والهي والآخر. نطلب أخيرا من أمنا مريم العذراء التي عرفت هي أيضا بأن التواضع هو المكانة التي يرفعها ويقربها أكثر. أكثر تواضعا كانت فأكثر قربا كانت من الله، ونالت مكافأة على ذلك النعم كلها.
يا ممتلئة نعمة نناديها اليوم. لماذا؟ لأنها اختارت آخر الأماكن وذهب إليها صاحب العرس يسوع المسيح وقال لها يا مريم تعالي إلى المكان الأول لندعو فقط المسيح، هو الذي يختار لنا المكان، لا نختاره نحن، فإن اخترناه نحن سنختار ما يشبع رغباتنا، وإن اختاره لنا المسيح فيكون ممتلئ نعمة. آمين. نؤمن بإله واحد. كل ما يرى وما لا يرى ومن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وظهر جعلنا على عهد بالعصر المنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس على يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والإبن الذي هو مع الآب والإبن يجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، إلى المسيح الذي دعانا إلى عرس الإفخارستية في هذا المساء ودعانا أن نتخذ المكان الذي يختاره لنا هو في حياتنا المسيحية، إليه نرفع الدعاء من أجل كنيسة الله المقدسة، من أجل أن تكرس وقتها لخدمة المحتاجين والفقراء. إلى الرب نطلب، نصلي من أجل عائلاتنا المسيحية أن تحفظ ذاتها وحياتها على ما أراده المسيح لها من وحدة ومحبة وسلام. إلى الرب نطلب. نصلي من أجل أبنائنا شبابنا وصبايانا وخاصة طلاب المدارس الذين يبدأون غدا عامهم الدراسي الجديد، أن ينموهم في حياتهم بالحكمة والنعمة والقامة أمام الله والناس. إلى رب نطلب. والمرضى والمتألمين من أقربائنا وأحبائنا وخاصة الصغار منهم، أن يزورهم المسيح برحمته الواسعة ويمد إليهم يده المملوءة رأفة ويمنحهم الشفاء والعافية. إلى الرب نطلب. وجميع أخوتنا الراقدين الذين دعاهم المسيح إلى العرس السماوي، أن يمن عليهم برؤية وجهه البهي للأبد، هو الحي والمالك إلى دهر الدهور. آمين. ترنيمة رقم 113 صفحة 260 صفحة 260. اقبل تقديمتنا بارك جمعنا نطلب رضاك من أعماق القلب يغدو لنا هذا القربان صنع أيدينا تجعله زادا للسائرين هذا القربان صنع أيدينا فاجعله زادا للسائرين
لنصلي إلى الله الآب القدير لكي يقبل منا جميعا هذه الذبيحة. لتستمطر هذه الذبيحة بركة الخلاص علينا دائما يا رب، فتتم قدرتك الإلهية فينا ذاك الخلاص الذي نحتفل بذكره في هذا السر المقدس بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا لنشكر رب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس والإله القدير الأزلي، فأنت رب السماوات والأرض وسيد الأيام والدهور ومنشئ الأزمنة الموقوتة والفصول المحدودة. أنت الذي خلقت الإنسان على صورتك ومثالك، والذي إليه وكلت المعمورة وما فيها، حتى إذا ما تسلط على جميع الكائنات بحسب تدبيرك الحكيم أشاد بمجدك كل حين وسط عظائم الخلق العجيب بالمسيح ربنا. لذلك إننا ننضم إلى الملائكة مسبحين وقلوبنا يغمرها الابتهاج وبملي أفواهنا قائلين: قدوس 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 أنت الرب القوي إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. ك
كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وانعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله وأمة الله المتواضعة، ومع القديس يوسف خطيب هذا العفيف، ومع رسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد والسائر القديسين والقديس بولس شفيعنا، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مخادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس، رئيس أساقفتنا بيير باتيستا، جمال الأساقفة سائل كليروس، والشعب الذي اقتنيته وهذه الرعية وأبنائها الحاضرين ها هنا. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الأب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وخصوصا عبيدك وإمائك الراقدين أسيل ووسيم المصري وأم عوني وطعمي وأيمن ومجدي عماري وعيد وجبران ومريم وموسى أطوال فؤاد سليمان رياض جريسات، وعبيدك وإمائك ماهر الحوراني والياس رزق الله ونايف الزعمط والنائل ونائلة وعيسى وجهاد وعصام، وعبيدك وإمائك يوسف وتريز وخليل وحني وثناس وحاجي وجميل، وجميع الراقدين من أهلنا وأقربائنا ولا سيما المنسيين منهم، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو نتمتع معهم بمجدك للأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. والآن لندعو الصلاة التي علمنا إياها يسوع، وبها نذكر أننا إخوة لبعضنا البعض، مرنمين قائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
إلهنا ولا تدخلنا في التجارب نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد، مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لنا لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلام يمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، تنازل أولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي والمالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. بمحبة تبادلوا سلام المسيح. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمل الله الحامل خطايا العالم، امنحنا السلام، امنحنا السلام، امنحنا السلام. هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يحفظنا جسد المسيح ودمه للحياة الأبدية. آمين. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمد، هلموا تعالوا إلى عشاء ترنيمة رقم من يؤمن بي لا يعطش أبدا.
أبدا سيدي أعطنا من هذا الخبز دائما أبدا أنا خبز الحياة أباؤكم أكلوا المنى في البرية وماتوا هو ذا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان فلا يموت من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية سيدي أعطنا من هذا الخبز ترنيمة على صفحة 384 جود يا إلهي سيرني روحي
وجدت مدارسنا وأسست كما تعلمون كجزء أساسي من مثلث أساسي المدرسة والكنيسة والعائلة المسيحية الثلاثة. منذ بدأت الكنيسة الأورشليمية المقدسة إذا بدكم اهتمت بهذا المثلث الجوهري والأساسي، الكنيسة والمدرسة والعائلة، هذول الثلاثة معا، فلا نريد أن نغيب أي ضلع من هذا المثلث المقدس والطاهر. إذن غدا العام الدراسي الجديد وجميع أبنائنا يتوجهوا إلى المدرسة رجاء، وكل عام وأنتم بخير. من جديد كل الشكر لنورسات اللي دائما حاضرة وسيقوم بالتأكيد في وقت لاحق ببث هذه الذبيحة الإلهية المقدسة على فضائية نورسات. بنشكر أيضا الشماس عماد حجازين من رعية الهاشمي اللي نرجو أن يكون أيضا معنا في كل قداديس يوم الأحد المساء حتى يساعد في المناولة ونخفف بذلك العبء والتأخير. لنصلي. زودتنا بخبز المائدة السماوية أيها الآب السميع، فنبتهل إليك كي يشدد غذاء المحبة هذا نفوسنا ويحفزنا على خدمتك في إخوتنا بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك. وليباركنا الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. ترتيلة الخروج يا أبناء مريم صفحة 482. صفحة 482. يا أبناء مريم يا خير الأنام ذي أم المعظم أهدوها السلام. سلام سلام لك يا مريم.
واقبل التحية من